البدايه الاولى ديالي في الفن او الرسم ملي كانت عندي 5 سنوات، ديك الساعه كنت كنمارس الموهبه، ومن بعدها خصوصا في الايام الثقافيه ديك الساعه كنت كنرسم لوحات وكنشارك في معارض في الايام الثقافيه. ومن بعد ما زاد الشغف ديالي شاركت في عده معارض وطنيه وجهويه دوليه، وشاركت في عده مسابقات اللي حصلت على عده جوائز والقاب. ومن بعدها قررت نخدم مع لي جوغ ديال ليكيب ناسيونال ولي جوغ ديال البطوله، فكان واحد الاقبال زوين من عندهم وكان كيعجبهم اللوحات. كيفاش فكرت في الفكره نخدم مع لي جوغ ديال المنتخب الوطني او ديال البطوله؟ كان واحد الصديق ديالي لاعب كره القدم، خدمت ليه واحد اللوحه فبارطاجها عنده وشافوها لاعبين اخرين، وكان واحد التواصل بيني وبينهم، فوليت كنخدم معاهم كنرسم لهم لوحات وكيعجبهم داكشي، كيعجبهم اللوحات ديالي. وخدمت مع عده لاعبين منهم اشرف حكيمي، جواد اليميق، فيصل فاجر، ايوب الكهبي، حميده حداد، منير الحدادي، ومجموعه من اللاعبين. وحاليا خدام لواحد اللاعب ماريو بالوتيلي، لاعب نجم كره القدم، وخدام حاليا اللاعب الحسوني ايمن، لاعب الوداد الرياضي. طريقه الرسم ديالي كنخدم بالصباغه من نوع اكريليك والصباغه زيتيه، وكان مده ديال الرسم اللي كنستغرق في اللوحه ديالي فهي 5 أيام 3 أيام، مهم بدون متقطعة. اللقاء ديالي مع أشرف حكيمي كنت تواصلت أنا وياه في انستغرام، ديك الساعة كان كيلعب مع فرقة ديال الإنتر ميلان، فمن بعد لعب مع باريس سان جيرمان، وقررت نخدم لي 3 لوحات اللي لعب مع 3 لوحات فيها الفرق اللي مع من لعب. وفصيفط لي وعجبو الحال، قال لي جيب عليا المركب محمد السادس في معموره بالرباط، فديت ليه اللوحات، فكان واحد الاستقبال اللي استقبلني رائع جدا، وكان واحد الحوار بيني وبينه اللي زوين. واشرف هو انسان متواضع، نعم الاخلاق نعم التواضع، فكان واحد الحوار بيني وبينه زوين، فاخدينا صور وتعرفت على لاعبين اخرين تماك، وكانت واحد الاجواء زوينه. بالنسبه للمباراه ديال المنتخب الوطني فقدموا واحد الاداء زوين، ففرحوا المغاربه وداروا واحد المجهود، فكاع المغاربه كيساندوهم كيشجعوهم، فكنتمنى لهم التالق ان شاء الله. باسمي كفنان وكفنانه مغاربه، فكنقول ان شاء الله المنتخب راه دير واحد المباراه اللي زوينه ان شاء الله، حنا تايقين فيهم، فغيكون خير ان شاء الله.